بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيكم يا شباب، مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. هنشوف دلوقتي الليفل الثاني في اننا ازاي نتعامل مع البلوب. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن طريقه التعامل مع البلوب في شكل صوره. هنبدا نتعامل دلوقتي على بلوب شكل فايل. ده شكل الابليكيشن اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. ابليكيشن بسيط، هيبقى عباره عن برنامج بيسيف ليا ملفات دي او سي اكس او دي او سي، وبيعمل ليا سيفنج برضك لشكل اكسل او بي دي اف او ايمج. تعال نشوف ازاي ممكن اعمل كونسترين او قيد على نوع الملف اللي هيختاره العميل، وبالتالي ازاي اقدر ارفعه على الداتابيز وازاي اقدر اعمل له داونلود. تعال نعمل الابلكيشن بتاعنا بسرعه. هنفتح فيجوال ستوديو ونبدأ نعمل نيو بروجكت. ويندوز ابلكيشن، وهنغير الاسم بتاعه بلوب فايل ديمو 2. احنا كان عندنا ديمو 1. تعالى نغير مكان الحفظ على الديسكتوب، سيف واوكي. هنظبط الشاشة بتاعنا بسرعة كده. هنعمل الشكل او الديزاين اللي موجود معانا هنا، ده الشكل اللي احنا هنشتغل عليه. موجود عندي كومبو بوكس، زرار للداونلود وزرار للابلود، واوبن فايل دايلوج 1 وسيف فايل دايلوج 1. طيب تعالى نعمل الحاجات دي بسرعه من جوه الكنترول او التول بوكس. ادي الزرار الاول والزرار الثاني، ادي الكومبو بوكس. هنبدا ممكن نحط ليبل علشان نظهر فيه مثلا الباث اللي احنا بنشتغل بيه. واخيرا الدايلوج محتاج منه اتنين اللي هما اوبن وسي. تعال نظبط الابليكيشن بتاعنا. هبدأ احط دروب داون او الكومبو بوكس. هغير بس الفونت بتاعه عشان يكون كبير شوية، هخليه 10. تمام. وهغير الستايل بتاعه بحيث ان انا هغير الداونلود ستايل، بدل ما تبقى دروب داون هتبقى دروب داون ليست، بحيث ان هو ما ينفعش يتكتب فيه. الليبل هنا هيبقى فايلز، اسم الفورمه بتاعنا هنغيره. الاول نخليها سنتر سكرين، وكمان نخلي المينيمايز والماكسمايز بتاعنا ديزيبل. تمام. نغير في الحالة دي الاسم بلوب فايل. تمام. وهنبدأ نحط هنا الزرار الثاني، ده هيبقى الفايل، وهنا ده الابلود. كده بشكل بسيط خالص احنا يعتبر الديزاين بالنسبة لنا خلص. اخلي برضو كل ويندوز فيكسد بحيث انه ما ينفعش ان انا اعدل الحجم بتاعها. طيب تعالى بقى نشوف هنبدأ مع بعض ازاي. اولا اول حاجة لازم اجهز الداتابيز بتاعتي، فتعالى الاول نعمل الداتابيس سريعا. انا هخش على سيكول سيرفر وابدا اكريت داتابيس جديده. كرييت داتابيس هنسميها بلوب فايل، وهبدأ أعمل جو يوز للبلوب فايل، بعد كده جو هكرييت تيبل. التيبل بتاعنا هنسميه مثلا فايل تيبل. تمام. وهيكون عبارة عن
ID ده int primary key و identity. واللي بعد كده هيبقى الفايل names، وده هيكون ان فور شور نديله مثلا 150، ده اللينس تمام. وبعد كده طبعا النيم ما ينفعش يكون ايه فاضي، فهكتب هنا نوت نال. طيب بعد كده في عندي حاجة اسمها الكونتين، المحتوى بتاعي، وده هيكون او ممكن اقول الكونتين تايب. كونتنت تايب مقصود بيه نوع الملف، وده هيكون فور شور 20 تمام. وبعد كده ممكن طبعا ده برضو هيبقى نوت نال، لان انا هحط قيود على الشكل. اخيرا الفايلز بتاعي، وده اللي هيكون فور باينري ماكس، ده اللي ممكن اسيبه يكون نل، لان انا ممكن ما يكونش عندي ملف، بس هو بالطبيعي بالابلكيشن اللي احنا هنعمله مش هيكون نل تمام. بكده يبقى احنا خلصنا فكرة التيبل بالداتابيس. تعال نكسكيوت الكلام ده ونشوفه عمل ايه. تعال نكسكيوت، قالي دن. تعال نعمل ريفرش للداتابيز، نفتح الداتابيز، في عندي بلوك فايل، لو فتحتها هلاقي تيبل عندي اسمه فايل تيبلز تمام، موجود فيه الداتا اللي انا محتاجها. طيب بالنسبه للبروسيجرز اللي هشتغل بيهم، تعالى بسرعه نعمل بروسيجرز. فهبدا هنا اقول له هكرييت بروس، هنسمي مثلا بروس الاولاني اس بي، او البروسيس الستور بروسيجرز الاولاني هنسميه اس بي انسرت insert file مثلا. وبعد كده هبدأ اعمل البارامتر بتاعي. طيب انت محتاج كام بارامتر؟ عندي add، تعالى حتى نكوبي اساتذه، كوبي paste، n for sure 150 كوما، وبعدين ده for sure 20، صح كده احنا عاملينه فوق 20 تمام. بس قبل منه ات، وهنا ات باينري ماكس از بيجن وان، تعالى هنا سينا الكوما. طبعا هو زعلان عايز جو علشان افصل اللي فوق عن اللي تحت. طيب ونيجي هنا بقى نبدأ نقول له insert into file table، ال values بتاعتي هتكون at ال file name و at ال content type و at ال files. بكده يبقى انا خلصت البروسيجرز ده كمان. طيب انا هحتاج ايه تاني؟ خلي بالك لو رجعنا للديزاين، يبقى انا هعمل ده زرار الابلود تمام، و نغيره بي تي ان ابلود، وتعالى نغير ده كمان نخليه بي تي ان داونلود، وهيبقى التكست بتاعه داونلود تمام. المقصود باللي انا عملته دلوقتي ان لما اضغط على ابلود هشغل البروسيجر الاولاني، لما اضغط على داونلود هيبقى فيه بروسيجر تاني. طب انا عايز افل الكومبو بوكس، فانا محتاج اعمل بروسيجرز. هاجي هنا اقول له كرييت بروس اس بي اندرسكور فيل فايلز تمام. ده انا مش محتاج له بارامتر از، تعالى بس نفصل بجو سيلكت
او ممكن الاي دي والفايل نيم، لان انا مش محتاج كله. فايل نيم فروم فايل تيبل، تمام. طيب هو مش فايل نيم وفايل نيمز في اس، تمام كده. يبقى انا جبت البروسيجرز التاني، فاضل البروسيجر التالت وهو عملية الفايند، تمام. ان انا هكرييت حاجة من خلال الاي دي، فهاجي هنا واقول له كرييت بروس اس بي اندرسكور شو داتا مثلا، وهيبقى از، لا قبل الاز هياخد ات اي دي، ده نوع انت، تمام. از بيجن وانت هنا select all from file table where ال id equal app id. شكرا، نغسل ده go نيكسكيوت ال procedures الأخير done. كده يبقى الداتابيز بتاعتي خلصت. تعال نسيب الكلام ده على الديسكتوب علشان يكون ضمن الابليكيشن بتاعي، تمام. نبدأ بقى نشتغل شغلنا احنا. طيب اول حاجة عايز اجهز الكونكشن سترينج، فهروح لسيرفر اكسبلورر سريعا كده، هعمل كونكت اتصل بسيرفر دوت لوكال، هبدأ اروح ل بلوج فايل تيست اوكي. هاجي في البروبرتي اخد الكونكشن سترينج بتاعي كوبي، في الاب كونفيجوريشن هبدأ ادخل علشان اضيف كونكشن سترينج وابدأ اعمل اد للنيم. هيبقى النيم بتاعي ماي كون، والكونكشن سترينج بتاعي اللي انا كبيرته، والبروفايدر نيم هيكون سيستم اس كابيتال دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت، وما ننساش الاس والسي في اس كيو ال كلاينت بيكون كابيتال. كده يبقى احنا خلصنا، نكلوز ال كده عملت الكونكشن سترينج. نشوف كده شكل الكونكشن سترينج كامل، النيم الكونكشن سترينج البروفايدر، الكلام ده اتحفظ في الاب كونفيجوريشنز. هبدأ اقفل الكلام ده، اروح للفورمة بتاعي. محتاج اجهز الاول فكرة النيم سبيس اللي انا بشتغل بيها، فاجي هنا اقول له يوزنج لسيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت، وبالفعل انا عندي سيستم دوت داتا، لو مش متعرفها هبدأ اعرفها. طب تاني حاجة انا محتاج سيستم دوت يوزنج لسيستم دوت اي او علشان هشتغل على فايل ستريم، سيستم يوزنج السيستم دوت كونكشن او كونفيجوريشنز علشان ابدا اجيب الكونفيجوريشن بتاعي. تحت البارشال هبدا اعمل متغير او فور هخزن فيه الكونكشن سترينج بتاعي، اللي هي هتيجي من سترينج اس مثلا بتساوي الكونفيجوريشن مانجر. طب مش موجود، يبقى انا لسه ما عملتش الريفرنس بتاعه. هاجي عند ريفرنس اد ريفرنس وابدا اختار من الاسامبلي سيستم دوت كونفيجوريشنز اهي، هبدا اقول له اوكي. بالتالي لما ارجع اقول له كونفيجوريشنز جاب لي كونفيجوريشن مانجر، تمام، دوت كونكشن سترينجز اوف ماي كون كونكشن سترينج. بكده يبقى انا جبت الكونكشن سترينج بتاعي. نتأكد ان كلمة ماي كون مكتوبة هناك بالشكل ده، الام كابيتال، تمام مظبوط. نقفل الاب كونفج. كده يبقى انا عملت الكونكشن سترينج بتاعي. طيب اول حاجة انت محتاجها ان انا عايز ايه، ارفع الملف بتاعي. طيب
هاجي تحت زرار الابلود وهبدأ ابرمج الزرار ده. طيب انا عندي الاول عايز اعمل شو فايل، فهبدأ اقول له اف ان الاوبن فايل دايلوج دوت شو دايلوج ايكوال ايكوال ال دايلوج ريزلت دوت اوكي. المقصود لو العميل فتح الدايلوج بوكس واختار الملف وضغط اوكي، ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ هبدا اخد الداتا بتاعتي. اول حاجه انا عندي سترينج فايل نيم، عايز اسم الملف، واسم الملف هيكون موجود في اسم الملف او الباث. خلينا نعمل الاول فكرة الباث، فايل باث ده هيبقى موجود في open dialog box 1 dot file name. يبقى انا كده جبت اسم الملف كامل. طب انا عايز اسم الملف بس، يعني عايز الاسم بس من غير الباث كامل، فهاجي هنا عامل string file وهقول له بيساوي باث فايل وزود او جيت فايل بس، جيت فايل نيم للفايل باث. المقصود باللي انا بعمله ده يا شباب ان انا كده جبت الاسم بس وجبت المسار، يعني هنا الاسم بس وهنا المسار. عشان اوضح لك الكلام ده تعال نعمل اوكي بس الاول كابيتال. تمام، هاجي هنا واعمل مسج بوكس وابدا اقول لك انا عايز احط هنا الفايل باث هكونكاتينيتد مع سلاش ان بلس الفايل. يعني انا هجيب في سطر الباث كامل وهجيب في سطر اسم الملف بس. تعال نعمل ران بنتست دلوقتي فكرة الباث، هاو تو جيت باث اند فول او كواليفاي فول كواليفاي باث. هاجي هنا مثلا واختار اي حاجه مثلا من هنا صوره مثلا وهقول له اوبن، فبدا يقول لي اي اي، انا حطيت السلاش بالعكس، هي المفروض باك سلاش فورورد باك ران. تاني كده هنختار اي صوره كده واقول له اوكي، فبدا يقول لي الباس بتاعها كامل اهو وده الاسم بتاعها بس بالاكستنشن. طب انا محتاج كمان اطلع الاكستنشن. تمام، فاجي هنا اقول له string ext او extensions بيساوي path dot get extensions للفايل الفايل نفسه خلاص. تمام، يبقى انا كده حتى لو جينا هنا وقلت له plus وجيت هنا قلت له اعمل لي الكلام ده concatenated على n واعمل لي plus مع ال ext تمام او ال extensions، وجينا عملنا run. تعالى نعمل run ونشوف نفس النتيجة على الصورة. تمام، بقى عندي الاكستنشن منفصل، الاسم منفصل، الباص كامل منفصل. ده اللي انا هحتاجه في اني اخزنه جوه الداتابيز بتاعتي. طيب حلو قوي، تعالى مع بعض كده نشيل بقى الماسج بوكس ديت، احنا مش محتاجينها في حاجة، ونبدأ نشوف هنعمل ايه. طيب عندي بعد كده عندي سترنجاية سترنج لحاجة اسمها كونتين تايب. طيب الكونتين تايب المقصود بيها نوع الملف اللي انا هشتغل عليه، ديت مش هقدر احددها دلوقتي، محتاج ان انا اعمل لها سويتشاي. يعني ايه؟ هاجي هنا واقول له سويتش، السويتش بتاعي على الاي اكس تي على الاكستنشنز اللي احنا اشتغلنا بيه. طيب لو كان الاكستنشن هنا هبدا اشتغل مع حاجه اسمها ميمي. ميمي هي فكرة الميديا فايلز اللي انا بشتغل عليه، ودي معناها الاكستنشن، بمعنى كل اكستنشن بيبقى له تعريفة للميديا تايب بتاعه والسب تايب بتاعه. انا محتاج مثلا ان انا اقول له انا عايز اشتغل على صور، فالصورة مثلا من نوع بي ام بي هي عبارة عن ايمج سلاش اكس داش ويندوز داش بي ام بي، او ممكن تبقى ويندو ايمج سلاش بي ام بي على طول. طب لو انا هشتغل على بي دي اف، لو انا هشتغل على دي او سي اكس، فالاكستنشن عندي بيبقى له مع مجموعه من التعريفه. يعني على سبيل المثال اكس ال اس
اللي هو ملفات الاكسل موجوده هنا اهي. فالمفروض ان انا بعرفها بكلمه ابلكيشن سلاش بي ان دي دوت ام اس دوت اي اكس اي او اكسل. الاكستنشن ده اللي انا هستخدمه في اني اخزنه جوه الداتابيز، بحيث انه ممكن اي داتابيز اعرفه نوع الملف ده، او اي اوبريتنج سيستم اعرفه نوع الملف من خلال التايب ده. طيب ممكن تعمل سيرش على جوجل على كلمه ميمي تايبس، فهتبدا تطلع لك الليسته ديت تمام. وانا هحاول اكبير اللينك ده واحطه لك ضمن الابليكيشن اهو، بحيث يكون معاك طبيعه التايبس ممكن تتعرف عليها لو انت بتشتغل على تايب معين. طبعا احنا في اللي احنا بنعمله دلوقتي او الابليكيشن اللي احنا بنعمله، بنعمل داتا تايب من نوع دي او سي اكس وايمج وبي دي اف واكس ام ال، اللي هي اسف واكس ال اس. طيب تعالى نكمل مع بعض كده. فهاجي هنا واقول له كيس. طب الكيس الاولانيه تعالى نبدا الاول، لو كان الاكستنشن بتاعي دي او سي اور كيس تانية اهي، لو كانت دي او سي اكس في الحالة ديت تعالى نخليها سي. بالمناسبة انا هنا هشتغل، طيب انا كده بشتغل ايه؟ سمول سمول لور تمام، يعني لور كيس. طب في الحالة ديت ممكن اجي هنا واقول له دوت تو لور، بحيث ان انا حتى لو جالي اسم الاكستنشن هو كان كاتبه كابيتال، الكلام ده كله هيتحول لور عشان يوافق الاكستنشنز بتاع دي او سي اكس. هبدا اقول له في الحاله ديت يبقى الكونتنت تايب بتاعي، يبقى الكيس بتاعي للكونتنت تايب ايكوال، نبدا نقول له ابلكيشن ابلكيشن على في ان دي دوت ام اس داش وورد. يبقى انا هنا بقول له احنا بتشتغل على ايه؟ على ابلكيشن وورد. وتعالى هنا نعمل له بريك بنفس الكيفيه ديت. لو انا عايز اقول له اكسل، هاخد كوبي من البلوك ده وهبدا اقول له هنا اكس ال اس او اكس ال اس اكس ده 2010، وفي الحالة دي هشيل بس كلمة وورد وهنقول اكسل تمام. طيب البلوك اللي بعده هيبقى عندي مثلا جي بي جي، ممكن اقول له تي اكس تي الاول، ممكن يكون عندي ملفات نصية. طب الملف النصي هيبقى ايه؟ هيبقى على طول ام اس دوت تي اكس تي تمام. طيب لو عندي حاجة تانية هتبقى مثلا من نوع بي دي اف، عشان نبقى خدنا كل الاشكال النصيه الاول وبعدين الصور في الاخر. بي دي اف هيبقى ابلكيشن على بي دي اف على طول. طب انت عرفت منين؟ ما هي الفكره كلها اللي انا كنت بتكلم عليها الاكستنشن. تعالى ننزل تحت كده، لو قلت بي حرف البي بي دي اهي بي دي اف، فبيبقى ابلكيشن سلاش مين بي دي اف. فهي ديت الاكستنشنز اللي انا او التايب اللي انا ضفته. طيب بالطريقه ديت انا محتاج كمان مثلا ايمج وخلاص، فهقول له هنا بيست، او تعالى ناخد الكيس اللي فوق نقول مثلا لو هي بي ان جي، ففي الحاله دي هتبقى ايمج على بي ان جي. عرفنا منين برضك؟ السكريبت عندي بي ان، ننزل تحت شويه بي ان جي ايمج بي ان جي. فهي ديت الشكل اللي انا محتاج اعمله. معاك بقى اوديو فيديو كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها هتلاقيها موجوده عندك في اللينك ده. طيب ما عنديش ديفولت، هم واحده من الكيسز دول. طيب يبقى انا بقول له يا اما صوره من نوع بي ان جي، يا اما بي دي اف، يا اما تي اكس تي، يا اما وورد، يا اما اكسل. طيب على هذا الاساس انا بدات ادخل قيم الكونتين تايب بتاعي بالشكل ده. طيب بعد ما عملنا السويتشايه ديت، المفترض ان احنا هنكمل ازاي. بقول له دلوقتي اف ان الكونتين تايب
content type بتاعي not equal null not equal string dot empty مثلا ما بيساويش فاضي، يبقى في الحالة دي هبدأ انفذ. طب لو ما كانش هيبقى عندي إلساية بحيث ان انا هرفض العملية بتاعي. طيب لو كان هو واحد من دول يبقى في الحالة دي، يبقى احنا في الحالة دي محتاجين نقول هنا ان هو بيساوي او الاسترنجية دي بتساوي ايه نل، بحيث انه لو هو نل يبقى هيديني اكسبشنز، او ممكن حتى نسيبها امتي لان هو انا مديها له على انه امتي. طيب هنبدأ هنا نعمل بقى الكونكشن سترنج بتاعي. طيب قبل ما اكمل عايز اقول بس ان انا هقسم ده في ريجون، هاجي هنا اعمل هاش ريجون هنقول عليه فايل انفو او انفورميشن عشان تبقى مختلفة عن فايل انفو بس عشان ما يحصلش كومبلكس، وهاجي هنا واقول له هاش اند ريجون تسمية اللي دي هاش، وابدأ اقفل البلوك ده عشان يبقى الكود مقفول قدام. هو عمل الاند هاش ريجون تحت، انا محتاج اللي تحت ده. تعالى نقفل الكود كده. طيب من هنا بقى لو كان هو دخل كونتين تايب هبدأ اعمل الكونكشن سترنج بتاعي. طيب الكونكشن سترنج بتاعي هيمشي ازاي؟ ببساطة خالص يوزنج ل SQL connection C1 equal new connection string على هبدأ اخد الكونكشن سترنج بتاعي اللي هو S، فاجي هنا اقول له انت بتكونكت على S. طيب بالتالي هبدأ اقول له يا C1.open، هبدأ اعمل اوبجكت من ال SQL command وابدأ اقول له cmd equal new command. احنا عايزين نعمل اول حاجة اللي هي اسم ال procedures واديله ال connection string. تمام. طب اسم ال procedure نرجع ل SQL، انت عايز تعمل insert كان اسم ال procedure sp underscore insert file هنبدأ نضيفه هنا. محتاج احدد له cmd dot ال command type بتاعي equal command type دوت ستور بروسيجرز، وابدا اقول له البارامتر اللي انا هبعتها. عندي كام بارامتر؟ عندي 3 بارامتر اللي هم دول. تمام. تعالى حتى ناخدهم كوبي وهبدا ان انا اتعامل بيهم. بس قبل ما اتعامل بيهم المفروض ان انا بجهز الفايل بتاعي، بجهز الفايل بتاعي يعني ببدا اعمل استريمايه للفايل. بمعنى لو احنا جينا هنا كده فوق وعايز اقول ان انا هنا get byte for files، فهعمل array من البايت هنسميها my bytes، تمام. طيب الاراي بتساوي هتساوي مين؟ هتساوي system dot اللي هي io file dot عايزين file dot read all file. هو جاب لي هنا file f capital، دي file اللي انا شغال بيها اصلا اللي انا عاملها كمتغير اللي هي دي. تمام. طيب انا عايز file small، فهاجي هنا اقول له f dot file نجيبها system dot io dot file. انا جايبها هنا بس عشان انا كتبت. طب وليه ممكن نغير الاستاذ ده نخليه files عشان ما يحصلش الكونفليكت في التسمية كده، وبالتالي اقدر انادي على file as a class ويبقى فاهمني. تمام. طب الفايل ده بقول له dot read all files بحيث ان انا هقرا كل الملفات. طب انت هتقرا كل الملفات بيحتاج مني الباث عشان اقرا كل البايتس اللي هناك. طب الباث موجود فين؟ نطلع فوق كده. الباث موجود عندي في الفايل ايه؟ في الفايل باث. تعالى نحط الكلام ده as string، فهحط دبل كوتيشن قبله وبعده، وكده يبقى انا قريت كل البايتس اللي موجوده وحطيتها في array of ايه؟ of byte. طيب بعد ما حطيت الاري اوف بايت المفروض دلوقتي ان ديت جاهزه علشان ابعتها.
ما تنساش ان احنا كنا عملنا الكونكشن بتاعنا، فاضل بس او جاست بس ان انا اجي هنا وابدا اعمل بيس لمجموعه البارامتر اللي هي سي ام دي دوت اد، او بارامتر سي ام دي دوت بارامترز دوت اد، وابدا اضيف البارامتر بتوعي. طيب البارامتر بتوعي بضيفهم ازاي؟ هبدا اجي هنا واخد كوبي للكلام ده، وتعالى نروح هناك نعمل له بيست في اي مكان هنا كده، وابدا اقول اول متغير عندي اهو قط، وهبدا احط الكلام ده دبل كوتيشن، ده المتغير الاولاني. طب النوع بتاعه ان فور شور، اللي هو عباره عن اس كيو ال تايب انيوميريتد دوت ان فور شور، واللينس بتاعه 150. طيب الكلام ده هجيبه منين؟ دوت الفاليو، تعالى نقفل البانل ديت، دوت الفاليو بيساوي. طيب اللي انا هسيبه هنا يا شباب هو اسم مين؟ اسم الملف، اسم الملف بس، مش شرط الباس بتاعه، انا مش محتاج الباس بتاعه في حاجه. طب اسم الملف احنا حاطينه في ايه؟ او حاطينه في ايه؟ في فايلز. يبقى انا هاجي هنا واقول له ده المتغير الاولاني. طيب عندي المتغير الثاني سي ام دي دوت بارامترز دوت ايه، وافتح القوسين بتوعي وابدا اجيب المتغير الثاني اللي هو اد كونتنت. طيب الاد كونتنت هيبقى نوعه، احنا اتفقنا ان الاد كونتنت هناك، تعال نبص عليه بسرعه كده، نوعه فارشر 20. طيب يبقى انا هنا هشتغل على اس كيو ال تايبس دي بي تايب دوت فارشر، والفارشر ده اللينس بتاعه كام؟ 20. طيب انا هجيب الكلام ده دوت الفاليو هجيبه منين؟ هنجيبه من الكونتنت. بعد كده هقول له سي ام دي ده اخر واحد دوت البارامترز دوت الاد، وهبدا اخد ال ات الفايلز ده اخر بارامتر عندنا ات الفايل، وابدا اقول له كوما، هيشتغل على فار باينري اللي هو اس كيو ال، اسف اس كيو ال دي بي تايب دوت فار باينري، احنا شغالين ماكس او هخليها var binary بس دوت الفاليو. تمام هو كده هيشتغل var binary max. هبدأ اقول له الفاليو بتاعك هتاخدها من الاستريماية اللي انا عملتها اللي هي my mean my binary. بس بكده يبقى انا خلصت، تعالى نشيل بقى الحاجات دي كلها. ها بكده يبقى انا خلصت مين؟ الكوماند بتاعي. طيب المفترض ان بعد كده هبدأ اعمل اكسكيوتنج للبروسيجرز بتاعي. طيب الاكسكيوتنج بتاع البروسيجرز بتاعي هيكون ازاي؟ ده نان كويري، بعمل انسرت. يبقى انا هاجي هنا واقول له انت رو ايكوال اكسكيوت او سي ام دي دوت اكسكيوت نان كويري. طيب بكده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني. محتاج ان انا اعمل ايه تاني؟ هبدأ ان انا اسجل الحاجات ديت في الداتا بتاعتي، فهطلع مسج بوكس بقول له فيها اف ان الرو جريتر ذان 0 اكبر من واحد، يبقى في الحاجة دي حصل انسيرت. طب إلس لو ما كانش، تمام يبقى انا عندي ايرور. طيب خلي بالك، يبقى انا هنا في كونسول اسف مسج بوكس، وهبدأ اقول له مثلا ان الفايل ابلود سكسيدد او سكسيفول. تمام وهبدأ هنا ممكن احط له مثلا عنوان، فاقول له ان ده ابلود، وبعدين اقول له ان ال مسج بوكس بوتوم دوت اوكي، والمسج ايكون دوت انفورميشن مثلا معلومة وكده شكرا. طيب لو ما كانش يبقى في مسج بوكس بقوله فيها ان حصل دوت شو عندي
error in upload ونديله العنوان error والمسج bottom dot okay والمسج icon dot error. طيب خلي بالك الكلام ده كله لو كان الكونتينت مليان. طيب لو كان الكونتينت فاضي الالس بتاعت الافاء اللي فوق، يبقى في الحالة دي الكونتينت بتاعي ما كانش مظبوط. بس قبل ما اروح للموضوع ده، او خلينا ماشيين على كده، يبقى ديت اليوزنج تمام. في هنا قوس انا فتحته غلط، قط، لان القوس اللي انا فاتحه دلوقتي ده بتاع اليوزنج. انا هنزل تحت القوس ده، دي الالس تمام. طيب لو كان الالس عندي، يبقى في الحالة دي مسج بوكس تانية. تعالى حتى نكبر مسج بوكس دي، هبدأ اقول له مثلا ان الابليكيشن بتاعي الفورمات اللي انت شغال بيه مش مظبوط، فاجي هنا اقول له مثلا فايل فورمات سينكرونايزد تمام. ممكن اعمل معاك كونكاتينيتد كمان عشان يبان شكلها كويس، سلاش ان او على طول ماشي سلاش ان تمام. هقول مثلا ابلود ايمج اكسل txt text او انك تحط pdf، يبقى هما دول بس الحاجات اللي تقدر ترفعها files تمام. طبعا هنسيبها ايرور ونسيبها بالشكل ده. بكده يبقى احنا خلصنا السيشن الاولاني او الجزء الاولاني في حتة الابلود. تعالى بقى نتست الكلام ده، وبسم الله كده هنبدأ نعمل سيف ورن عشان نشوف نتيجة اللي احنا عملناه ده. هبدأ الأول أضغط على أبلود، فبدأ يحدد لي الملف. تعالى هنا نختار أي ملف، وليكن ملف من نوع MDF أو MP4، وهقول له أوبن. فبدأت تطلع لي رسالة إن الملف ده مش متعرف، يا ريت تبعت لي ملف إيمج أو إكسل أو وورد أو PDF. طيب نعمل تاني، هختار طبعا الصورة اللي انا مختارها ما تكونش جي بي جي، لازم تبقى بي ان جي. فانا هحاول ان انا ايه اشوف اي صورة تكون الاكستنشن بتاعها بي ان جي، او ممكن نجيب ملف وورد. تعالى هنا حتى نحط ملف تكست نص اهو، هبدأ اختاره واقول له اوبن، برضو مش شايفه. ده تي اكس تي، طب نتأكد كده احنا حطينا التي اكس تي ضمن السكوب بتاعنا. ده احنا ناسيين دوت، والاكستنشن لازم في كل دول عبارة عن ايه، عن دوت، دي اهم حاجة تمام. طيب تعالى نسيب، تعالى ران تاني. الاول هنجرب ملف بره السكوب بتاعنا، فكده الرسالة منطقية. طب نجرب ملف تي اكس تي واقول له اوكي، بدأ يقول لي ابلود. طبعا ابلود المفروض ان هو يفتح لي لسته. في عندي هنا مشكله، بيقول لي كان فاوند مش لاقي الباس بتاع الديباج. لا، هي المشكله مش هنا خالص، نوت فاوند فايلز. هو مش فكره انه مش لاقي الملف، الباس هنا بيقرا من حاجه اسمها سي يوزر باس، يعني هو عايزه من الباص بتاع الابليكيشن تمام. فاحنا هنهندلها دلوقتي، تعال نوقف. باص الابليكيشن بياخد الداتا بتاعته نتيجة ان انا مشغل من مين، من السي. فانا هوقف كده، انا هعمل الابليكيشن كله على الديسكتوب، هاخد الابليكيشن ده قط
وهبدأ أرميه مثلا على الإي ونبدأ نفتحه من هنا. وهبدأ هنا اعمل ران، تعالى هنا نقول له ابلود لملف تي اكس تي ده، بس هنغير اسمه نعمل له رينيم مثلا باس، بحيث يبقى عندي ملفين مختلفين. وابدأ اقول له اوبن، حصل راننج مرتين بس. تاخد تاني، نحاول نحط ملف اكسل، لا البروجكت بس هو اللي فيه مشكلة، هو بيقولي فورم 2، فورم 1 مش قادر يقومها، فانا هتأكد بس من حاجة. دون كده انا حاطط هنا الباس از سترينج، تمام، وهو اصلا جاي لي من سترينجاي، هي دي الكونفليكت اللي انا عامله. لو انت فاكر لما فتحنا القوس هنا كده كنت قلت لك هنكتب الباس از سترينج، طب كلمه فايل باث هي اساسا سترينج، يعني انا المفروض ببعتها له هي سترينج، فانا غلطت وحطيت دبل كوتيشن. تعالى نعمل ران تاني، عشان كده هو ما كانش شغال ومعترض. هناخد اس الاول، قال لي فايل ابلود سكسيدد، يبقى كده دان. طب ناخد شيت الاكسل سكسيدد. طيب نحاول ناخد مثلا ملف البي ام ام بي 4 واقول اوبن، اعترض عليه. طيب عايز بقى املى الكلام ده واعمل داونلود، ده ان شاء الله هيبقى في السيشن التاني. الاول بس اتاكد ان الداتا بقت موجوده. تعالى هنا نعمل سيلكت بول فروم فايل تيبل اكسكيوت، احنا عاملينها فايل تيبل، تمام اكسكيوت ديسكتوب. احنا نقل انا نقلت السكريبت ده من مكانه لمكان تاني، السكريبت كان ضمن الفايلز. طيب بسيطة، نقفل السكريبت خالص ونفتح سكريبت تاني، وابدأ اقول له سيلكت اول فروم فايل تيبل، وتعالى نعمل اكسكيوتنج. فبدأ يقول لي واحد اس دوت تي اكس تي، اتنين نيو مايكروسوفت اكسل ورك شيت دوت اكس ال اس، نلاحظ كده. وكاتب لي هنا بقى الاكستنشنز بتاع ايه كل واحد، تمام. ده تي اكس تي وده احنا عندنا هنا كونفليكت رهيب جدا. الاستاذ ده بياخد كام؟ 20، وانا عندي اكستنشنز الوصف بتاعه يعدي ال20، فاحنا محتاج نعدل التيبل ده. كويس ان احنا شفنا المشكله ديت. تعالى هنا نديزاين التيبل مره تانية، وهخلي مثلا البرشر ديت قيمتها 50. طب بالتالي يبقى انا محتاج ان انا موديفاي معظم الايه الحاجات اللي انا بشتغل بيها. زي هنروح بقى للبروجرامابيليتي، نخش على الستور بروسيجرز ونبدا نشوف مثلا الفيل، بتهيألي الفيل ملوش باراميتر. الانسرت الانسرت هو الوحيد اللي هو باراميتر، هعمل موديفاي وهاجي هنا اخلي ديت كام 50، واعمل التر للبروسيجرز، قال لي دان. يبقى انا كده الابليكيشن بتاعي كله شغال، فاضل بس ان انا اجي اعدل السايز اللي انا كنت حاطه هنا هخليه كام 50. تعالى نعمل اكسكيوت مره تانية علشان نتاكد ان شغلنا تمام. هعمل ابلود وهختار مثلا تعالى نحط ملف وورد هنا كده عشان يبان اكتر، ادي ملف وورد اهو اخترته قلت له اوبن، فقال لي ابلود. تعالى هنا نروح للداتابيز ونعمل سيلكت مره تاني، هنا بقى بيجيب لي كلمه وورد كامله، لكن اللي فوق واللي تحت دول لما هاجي ريتريف ليهم هيعمل لي رابط داتا او داتا مش متوافقه، المفروض ده يكمل ب تي اكس تي والمفروض ده يكمل باكسل. هحاول اموديفاي الكلام ده في ايديا علشان لما نيجي نكمل السيشن اللي جاي. هفتح الابليكيشن وهاجي هنا واقول له انت هتبقى تي اكس تي وانت هتبقى اكسل اكسل، تمام. بكده هنبدا نشوف الفيديو اللي جاي علشان نشوف ازاي هعمل ابلود للفايلز دي. طبعا هي هنا باينري داتا بحيث ان انا مخزن هنا الملفات.
هجهز ملفات عشان نجرب بيها وازاي ادون بيها في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تشوف باقي الفيديوهات اللي هنعملها على القناة. خليك ايجابي، متوقفش المعلومة عندك، شوف الخير، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.